واللي موافق حتى اللي يعاون كبرلماني كذلك رئيس الجهه رئيس مجلس الاقليمي رئيس مجلس البلدين وزو خجل السيره بيدين تما انعاوني ولانا صحيح لم توا لابد انه استغل من القدر قدر الله ما شاء فعل والحمد لله عاود انه تقبل المدعي المدني بظروف المتطوعين استطعنا تغلب من حركه خصيتها تبين فوكس عقل ضرر نهار نويت عقل ضرر وتيشن الامكانيه خاص تغلب انه لو كان قدر الله شان كارثه نبقى انه يمكن خنقص نهار ان شاء الله السيد عامد باقي المتدخلين يعني 22 محل اللي خلي محل جبد المشكل ما كنجيو دابا نقولوا نغا النشاط التجاري نتا وخاصه انه طريقه انه مصطفى امر الاجتماع ها كورونا ها الازمه وسوف تواجه الدول غالي من الاداء اللي تيتسناو وبالتالي لابد انه يقصد نعاون مع ان شاء الله ما حلي ولا ندور نغير ماكن النشاط السنوي ولا السوق اللي يقدر يضرب الناس وتتصل على سبحانه وتعالى اللي يعوض كل شيء كل شيء لابد انه ما فينا الحاج خصنا نحكيو لنا اولا ما حدا العوان المغربي ثانيا اللي خصنا نغدك حتى بشي اسم ولا ماشي انا خاصة وصول التامين التامين السوق راه تقرا المشاكل ولا حتى التامين الاقتصادي راه غادي نتاج شتي نوزد الخوش نوزد مصطفى كشي داعي السياسه وتكون السياسه واجب واحد غادي يشتري حزب معين ولا دوله دوله ماشي انت بدي تغلق جوج جلسات تزاوج إذا السيدي السواد كي غزيم كراس إن الشقة تأثر إذا الشيخ الزوج تأثر من يوقع عندي النظر إلا شو ولكن هذا ملي نجي الحاج ملي قرب أسلم أواني الحريق أواني ذي مسير يتز البركة يتز الخير واحد يضر رسول أواني ذي مسير أواني المصيبة ولا بد ديس الخير غادي صار صق غادي تصنع حوايج لهذا كان الشيء باش نهود دقيقة يرخو بحال ندوز على السوق أنا اللي غير يقول كان شكال حنت قريش عايزة تحد السوق قدر الله ما شاء فعل وكذلك نقول في الله انه بفضل سبحانه وتعالى وبفضل كذلك المجهودات المتكفلين من الوقايه المدنيه والسلطات وكل المتكفلين المتطوعين نشكيو الى الحمد لله السيطره على الحرب وبالتالي خرجنا من اقل الضرر لانه بفضل الله سبحانه وتعالى انه تكون واحد الشركه اللي غتضر من هذه الازمه اللي فكرها كورونا وكذلك الازمه اللي فكرها المدنيه وكذلك ايضا على مستوى ديال الشعب باش يكون ان شاء الله واحد السوق اللي
اللي غادي يوفر الظروف ديال السلامه، ثم كذلك الظروف ديال الاداره، وغيكون كذلك في مستوى التحول اللي كنعرفوا من النظم اللي اليوم كيحط واحد العنايه ديال صحه الجامعه، لان كاين شي واحد المرشد من قبل المتوسط النظم كيعرف واحد التحول اللي لابد ان هذا السوق يكون في مستوى ديال هذا التحول. لذلك حنايا كنتعاونوا مع المتضررين من السوق، وكنسال الله سبحانه وتعالى لانه كانت كل المتدخلين السيطرة على السوق، وبالتالي فاليوم لابد انه الامكانيات ديال التعامل، فالمتضررين انه استمع لمجموعه ديال الاخوان مع الاسف.